السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. البنات سمحوا لي على هذه الغيبه، وشكرا بزاف اللي سولوا عليا واتصلوا بيا في الانستغرام وفي في الخاص، يقولوا لي انت فين غبرتي فين غبرتي فين غبرتي. كنشكركم بزاف، الله يحفظكم ليا. البنات اليوم جيت لكم فيديو جديد، انا غاده القنيطره. في طريق القنيطره لقيت حدا بريكومه، طرقنا نطرح دابا ليكم غيتحل واحد المعرض ديال الفخار ان شاء الله. هو هذا ان شاء الله نهار الافتتاح غادي نجي ونصور لكم، وغادي النهار اللي بغا يفتحوا نقول لكم نهار اش غيفتحوا، واللي بغا يجي مرحبا بيه، واللي فسلا يجي يشوف المعرض ديال الفخار. يعني الوجه غتولي عندنا هنايا في طريق نطرح حدا بريكومه بالضبط. ها هي ها بريكومه، ها المعرض ديال الفخار. يلا البنات ابقوا معايا. البوليسي راه هو قال لي زيد قلت له هضره في التليفون. انا بغيت نصور لكم هاد اللقطه ديال المعرض حيت عجبني الحال. جيت الشهر اللي فات لقيتهم يلا كيوجدوا لي، ودابا ان شاء الله صافي كيعلقوا في المنشورات، وغيبداو يدخلوا السلعه نهار ان شاء الله يديروا الافتتاح. انا غنجيبكم معايا. يلا البنات انا غادي نشتري. شفتوا البنات تبارك الله شحال كبير، عرفتي معرض خدو خداش، واللي ساكن في حي الرحمة وهذا راه غيعرف، اللي ساكن في حي الرحمة غادي يطلع غير على رجلي قريب. صراحة عجبني الحال، تنقول يا ربي امتى دغيا يتحل ونجي ونصور باش نشوف ونصور نوري البنات معايا ان شاء الله. يا ربي البنات والله الا كنت عيان دارت عليا واحد المرضى واحد المرضى ما بقيتش كنقدر نوقف، وليت بغيت نوض هكا ولا نبدل حويجي ولا خاصني نغمض عينيا، الا حليتهم كنطيح. طاح لي الطونسيو بزاف، اصلا هو الطونسيو دائما عندي 8 وزاد هبط، صافي مبقيتش قدرت نوقف، كيهبط لي 6 7 غالبا كيكون 6 ملي كنوصل ليا لدرجة 5 ما كنقدرش نوقف، وبحال شكل ديال كندخل في غيبوبة ما كنفيق حتى كيديرو ليا هكا سكر في الماء. إيوا الحمد لله اللهم لك الحمد، وجاني فقر الدم الحاد. فقر الدم ماشي ديال الحديد طالع، بزاف ديال العائلة قال كولي البارب كولي الطيحان كولي، وصحاباتي تما اللي عيطو ليا، ولكن هو ماشي ديال الماكلة. عندي فقر الدم الحاد بحال العام اللي فات، ماشي العام اللي فات شي عام ونص دابا، كان جاتني نفس الحالة ومشاو علقوا ليا الدم، زادوني واحد يطرون ديال ونص ديال الدم صافي وليت مزيان. هاد العام صافي عاوتاني رجع ليا، ولكن ماشي بحال الدرجة ديال المرة الأخرى صافي. وعطاتني واحد البراوات كندقهم، غادي نكملهم وغادي نمشي ندير التحاليل ونشوف. مهم ماشي وقفت مزيان نيت، ولكن الحمد لله ما بقيتش بحال من الاول، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كان البنات، طولت عليكم مقدمه. عمري ما درتها. ايوا الحمد لله. المهم انا غاديه ان شاء الله نضرب لكم دويره غدا للخبازات، غدا للولاد وجي ان شاء الله. اليوم غادي ندوزو في خنيطره، الا لقيت الوقيته باقي مزيان باقي الحال غادي نرجع، ما خديتش غادي نبات حتى الصباح ان شاء الله وعاد نجي. يلا البنات خليكم على خير حتى نوصل ونكمل معاكم. البنات تقطعت الفيديو، وصلت لجوهره البحر حتى حدا اختفى طير الزهره، وانا نتفكر على مسكينه الله يشافيها ويشافي وليدها، عارفش مسكينه ما واحد الانسانه طيبه ودائما مآديه في راسها وفي وليداتها دائما الله العظيم. يلا كتسالي من حاجه كتجيها حاجه، يلا كتسالي من الوليد مخنوق ليها، الوليد الاخر رجيله هي مريضه زعما، الحمد لله دعوا معها بالشفاء يا ربي. بغيتكم تكونوا معايا اسلام.
السلام عليكم. معايا الحب ديالي هضر مع البنات. قلت بغي هضر معاكم. السلام عليكم البنات، بخير؟ شكرا شكرا حيت سولتوا فيا وفي ماما. انا كنبغيكم وكنموت عليكم. ما تنسوش التعليق واللايك. هذاك الشيء اللي كيسمعني كان زول. يلا البنات تنوصلوا نسمعوا معاكم. وغير وصلت عند اختي افطرنا وخرجنا ما شاء الله على واحد البليصه في المعرض ديال قناطره. هاد البلاصه سميتها ولاد وجيه، عم في غزال في هادشي ديال الصخر، ماشي بالتراب بالتراب عادي باش مصايبين، عم في واحد الطريقه باش مصايبين زوينين. هادو ديال التراب، هادو اللي ماشي مزلجين، ما فهمتش شنو غنقول لكم. هادوك زوينين ما شاء الله، غادي ضروري غادي ناخذ واحد تاكره هذيك بحال اللي كيدير فيها الحوت، وغادي ناخذ ان شاء الله طاجين وغادي نشاركهم معكم اللي غادي ناخذهم ان شاء الله يا ربي. كلشي عنده زوين صراحه ما شاء الله، عنده المزلزل وعنده العاديين. انا صراحه ديك العاديين هنا راه مشينا دابا 12 ولكن باقي اكثر يسال ديال المعرض، مال البيجامات ومال النفسي اكثر يسادين. يلا تقديت من عند هذا ودرت عند هذا المول الماض، حتى هو بغيت ناخد كفريات للولد الكبير. نتوما عاشر انا كنقادلي في البيت، ضروري خصني ملي تقاد خصني باش نفرشو ان شاء الله. كما عارفين موسيه جديده كبيره زعما ديال البلايص، خصني ناخد ليها بعدا واحد جوج طاولات باش نبقى نبدل عليه ان شاء الله. المهم هذا في المعرض اثمنه مناسبه عنده، والله عاد ندير معنا واحد كامل واحد الكفر لي غزال. عرفتي مسكين خلانا 200 4000 ريال 200 درهم. ايوا من تما غادي نسوق باش نتغداو الحوت اللي غادي نتغداو بيه، اول ما لينا مول البال وانا ننزل صافي غير كيبان ليا البال. وترى من عاود لكم ديال البياسه ديال التربيه 160 5 دراهم. واعر صراحة. واحد ديك القميجه اللي راه كاتب عليكم معلقه هذيك ان شاء الله غناخذها لولدي ان شاء الله. انتم يا لاله اسلام لبس حوايج البال جاو زوينين. والله العظيم لا الحوايج البال زوين. يلا نصور هاد اللبسه ونلبس الاخرى. هاد الصور جات معاه حتى هاد اللعيبه، شوفوا حوايج 260 لا اللي ما بغاش كسي وليداته. ما شاء الله عليك يا اسلام. اسلام اسمعني تقول ما وصل الصيف اخر من يوم الشمس. نصر قول بالتاخرة هاد عندك ولا كتصور. هاد اللبسة بجوج هم 15 درهم بجوج. الو اسلام مالك كيف جلسي اسلام؟ حوايج زوينين والله العظيم الحوايج البال فنين. شوف دابا هاد اللبسة 15 درهم 160 160 صافي كيخليك جوج بياسات ب 15 درهم. البس اللبسة الحمراء، هادي اللبسة التانية. انتوما 15 درهم اشنو دايرة؟ هادي زوينة اسلام ما عندك ما شوف انت انت جدي خايب وين كيلبس وما كي تيدير طلع النيمو. هاي كي صار كمان هادي عاوتاني والله لا البيسات زوينين صراحة. بالنسبة 160 هاكا البيسات راه الحاجة اللي زوينة. هادي فين 160 لبسينو؟ قرب قرب اسلام قرب قرب شوفو هادي ديال 160 طلع هادي طلع الفوق هبطة كتولي طونوبيل
اسلام اسلام فنين سيري نسيت ما واعر هذه فوقانيه فن دابا الحوايج زوينه ولا انت كويس اه صافي صرف اللعب وي عرفت شحال خاصني نجلس معاكم كل مره نديرو ولكن زهره شحال زوينين ها كلشي هو هذا هاد البيته زوينه شريتها لك هادي باش تدخل تلعب الكره ان شاء الله ياك فينا زوينة هادي تاهي بجوج بخمسطاش درهم باش تبقى تلعب الكورة فنة تبرعت اليوم بالبال مازال غي مشينا دابا هادشي راه غي مشينا نتقدم و جبنا دويرة هاد البلاصة الفخ ديال الحوت حتى هاد مول سميتو عرفتي والله إلا شي فن غزال شوف شوف هادا تاهو 150 ريال اه ما لبس هادا اه لبس هادا السروال هاد السروال زوين جانا طيا تبغي نعس فيه شنيون شوف الاختيتاية خدات هادو 15 درهم هادو 95 ولا 260 قولي 25 هادو 25 ماما صوريني اه دوني هادو 25 درهم 260 260 25 وجا تاع عاوتاني هاديك هاد سميتها بحالو دبادوته شوف فنين هادو ثاني جوج جوج البيسات هما 25 درهم هادي 25 درهم وهادي 25 درهم شوف هاد البيسة ماشي هادي عايز شريتها له غير للدار هاكا ينعس فيها عرفتي هادي جاي اسلم الثوب ديالها رطيب هادي ثاني 15 درهم 160 البيسة جوج 15 درهم هاي بابا بحال بابا اه بحال بابا حيت بابا كيلبس كورن فيه بزاف عرفتي هاد وحدة رطبية في هاد السروال عرفتي طبو زويون واعر صراحة سير حنين شوف نادا شوف نادا تاهي خدات لها ماما هادي بثلاثين درهم زوينة هادي بثلاثين درهم ولكن جديدة بتيكيتا هاكا ديال الصيف واعر صراحة حين اش راح نصور لنا حين هادو خديت لي هادو بجوج ب 15 درهم تما اجي اسلام هادو ديال لابيسين عرفتي فين عرفتي في ديكاترو والله العظيم اللي كاين 16 100 2600 3000 هادو هو الثمن ديالو وهاد الماركه حسان من ديكاترو بزاف شريت ليها ثلاثه ياك ثلاثة وحيدين خليت الاخر اسلام شكون يجي البيتزا شو هذا شحال زوين وانا هذا دابا مخيولة كملي وعلي نصور سن شوف والله العظيم اللي باقي بالتيكيتات غزالين جداد سنين هذا تا هو 160 نسيت لي بحال 400 ريال داك الصفر وهذا اربعة ماشي ثلاثة واحد داك المفخفخ عرفت فين هو هذا 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 صافي اسلام تبرع بالشرطات اراك العوم وانا العادم كنمشي للديكاترو كنشريهم بالثمن شو تبارك الله المزوينات هم هنايا لا جال هذا حي انت خلينا انا ما شاء الله ما شاء الله زين نصايب لك صافي بارك الله فيك شوف 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 لما تمشيو لليسي كيكي تخاد هاد اللبسه تخاد بالثمن 5000 ريال و 4600 هاي ب 25 درهم لبسة كاملة مكمولة ماشي زوينة يلا بصحة وراحة هادا زهرة شوية دايرة هادا زوينة جا كبير شوية زين مزيان مخرفر كل اه مالك ما عجبوش زوين ولا اسلام هادا اللي كتلبسو ملي كتكون غادا للبحر هادا البحر هنايا اللي معجبوك السيور ندير كلاسيك هنايا لاسيك وديرو هو باش خايف ندير كلاسيك وجات زوينه معاها ثاني زوينه اه
هادي 160، عرفتي انا كلشي تير باقي بالتيكيت واعر. سيري نصليو جيتي واعر اشعل والطيران بنا ناشط يلا صافي بارك عليك يلا الله يعاون. مهم البنات حوايج البال شي حاجة واعر الصراحة أكثر، وراها واحد التوب فيهم إيش حاجة اللي زوينة ما شاء الله زين. صافي الواحد غير يجيب هكا يديرهم فروزوي يديرهم صابون الحجرة ويصبرهم مزيان. ها إسلام فيه يلبس حوايجو يا ويلي لا ما مصبرش عليهم مصبرة كيفاش كيلبس. ايوا صافي غادي نتغداو نعاودو نخرجو ان شاء الله. البنات وجدت اختي قلتلها ما ديرلهاش لا هضر حتى شي حاجه بالزربه بالزربه، خلينا شويه الحوت وهذا صافي باش نساليو ونخرجو عاوتاني من جديد ان شاء الله. صافي دار شويه البقوله شويه الفول الحوت مخلط عندهم هنايا الحوت في قناه موجود موجود تبارك الله. صافي خدينا عصير غادي ديال الزنقه. ايوا غادي نتغداو ان شاء الله. اختي راه مكتخشي يوم الدراري ما خلوني ندوي غادي نتغداو ان شاء الله ونخرجو. الفيديو بان ليا راجع طويل صافي غادي نحط لكم اليوم فيديو وغدا ولا غدا نحط لكم التتمة ان شاء الله باذن الله. الا طولت حاجه لقيت شي محلات هكا زوينه غنصور، ما لقيتش راه ميعادنا الدار ان شاء الله ونصورو فيها.